بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل أبو عامر ألف ألف من سوريا، يقول: أيهما أفضل فضيلة الشيخ، العابد الزاهد إذا انقطع إلى العبادة والزهد، أم العالم الذي يعلم الناس الخير؟ وماذا ورد في فضل العالم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكل منهما على خير، العابد الزاهد والعالم الذي يعلم الناس الخير، ولكن العالم المعلم للخير أفضل من العابد، لأن العابد الزاهد نفعه قاصر على نفسه، وأما العالم المعلم فنفعه لنفسه ولغيره. ومما يدل على فضل العالم على العابد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولأن العابد قد يكون جاهلا لا يعرف الأحكام الشرعية، بخلاف العالم فإنه يعرف الأحكام الشرعية ويفتي. والعابد قد يفتي بخطأ، بدليل قصة الذي قتل 99 نفسا، فسأل عابدا هل له من توبة؟ فقال: لا، ليس لك توبة، أفتاه بجهل فقتله وكمل به المئة. ثم ذهب إلى عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى جواب العابد وجواب العالم. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول الشيخ: أين يكون موضع البصر عند أداء الصلاة؟ ذكر العلماء رحمه الله أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، يبصر بصره على موضع سجوده، لأن هذا أخشى له، لأنه إذا سرح بصره أمامه فإن هذا يشغله عن صلاته. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة التي رمزت لاسمها أم سامر تقول: كثر الحديث في وقتنا الحاضر وفي هذه الأيام عن تشكيل الحواجب وعن تزيينها بالنسبة للنساء وفي أوساط النساء، فنريد فتوى حاسمة في هذا الموضوع حيث كثرت الحديث حولها. مأجورين للشيخ صالح. أفتى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ألعن النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك من غيرها، لأن هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد إبليس ليأمرن به بني آدم، فقال: ولا أمرنهم ليغيرن خلق الله، فيدخل في ذلك الوشم والنمص غير ذلك من تغيير خلق الله عز وجل. فهذا أمر محرم، ولا يجوز العبث بالحواجب، لا بقص ولا بنتح ولا بحلق ولا بصبغ وتشقير ولا غير ذلك، بل تترك على خلقتها، لأن الله خلقها جميلة ووضعها في موضعها اللائق بها، فلا يجوز العبث فيها. ولكن الشيطان حريص على أن يغري بني آدم، فيغري الرجال بحلق اللحاء ويغري النساء بالنمص، وهذا كله من تغيير خلق الله الذي نهى الله جل وعلا عنه. نعم، أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أرسلت بسؤال تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل المرأة التي تعرضت لحادث مثلا حريق وجاء رجل وأنقذها من هذا الحريق، فالمعروف عند الكثير من الناس بأن هذا الرجل يصير من محارمها،
من محارم هذه المرأة ويجوز لها فيما بعد أن تكشف علي. السؤال: هل هذا الاعتقاد له أصل في الشريعة؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تتجوز من هذا الرجل؟ هذا من ظن الجهال. الأجنبي لا يكون محرما للمرأة ولو أنقذها من هلاك، هو أجنبي منها ولا يكون محرما لها، ويجوز له أن يتزوجها، لأن الله ذكر المحرمات في النكاح بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ولم يذكر من بينهن من أنقذها من هلاك. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد العزيز من بارق تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أرضعت بنت أختي مع ابن الأكبر وأصبحت أختا لأبنائي من الرضاع، وبعد ذلك أرضعت ابن جيراننا مع ابن الأصغر حتى شبع، ولكنني لا أتذكر عدد الرضعات، وكان ذلك منذ 30 سنة، ولا أدري ماذا أفعل، لأن ابن الجيران يسألني دائما: هل أنا خال لأبنائك؟ وأخاف أن أقول له نعم فأكتسب بذلك إثم، وأنا غير متأكدة من عدد الرضعات، فبماذا يوجهني الشيخ؟ مأجورين. نعم، إذا ثبت الرضاع بعدده 5 رضعات يعني 5 مصات ولو في مجلس واحد وكان في الحولين، فإنه ينشر الحرمة ويكون الرضيع ابنا للمرضعة وأخا لأولادها وبناتها وأخا لأولاد وبنات زوجها ولو من غيرها، أن تنتشر الحرمة على أولاد المرضعة وعلى أولاد من له وعلى من له اللبن هو زوجها وعلى أولاده من غيرها ومن كلهم إخوة له. شيخ، عبارات بعض النساء تقول: أظن أو أعتقد أو الذي يظهر لي بأنني أرضعت، هذه العبارات هل يعتد بها؟ هذه تفيد غلبة الظن وتثبت الشبهة، يجب الأخذ والاحتياط. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل ألف ألف جيم يقول: كم مقدار الذهب والفضة التي تجب فيه الزكاة، وما هو القول الراجح في ذلك في زكاة الذهب والفضة؟ مأجورين. لم يختلف في وجوب زكاة الذهب والفضة حتى يطلب القول الراجح، محل إجماع. وإذا بلغ الذهب 20 مثقالا وبلغت الفضة 200 درهم وهي 140 مثقال وجبت فيها الزكاة، هذا أقل نصاب، هذا هو النصاب الذي إذا بلغ الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، ولم يحصل في ذلك خلاف. نعم. أم ناصر من المدينة النبوية لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: ما حكم لبس الملابس ذات الألوان الفاتحة وأكمام